التقدم الكبير الذي أحرزه برنامج تشات جي بي تي يزيد قلق باحثين وأكاديميين تجاه احتمالات حدوث فوضى عارمة على منصات التواصل الاجتماعي أو التأثير على الرأي العام أو نشر دعايات مضللة وأخبار كاذبة. ووفق تقرير صادر عن جامعة جورج تاون للأمن والتكنولوجيا في الولايات المتحدة بالتعاون مع مرصد ستانفورد للإنترنت، فإن قدرة أداة تشات جي بي تي على تقديم نصوص دقيقة وغير متشابهة بسرعة فائقة وبتكلفة منخفضة ستساعد على تعزيز عمل الحسابات المزيفة التي تستخدم لتشويش الرأي العام أو توجيهه لخدمة أجندات سياسية معينة أو لدعم حملات انتخابية على حساب حملات أخرى، ليتطور الأمر مستقبلاً للتحكم في مصير بلدان وأمم. أعتقد أنه يجب إدارة وتعزيز آليات الرقابة على الذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا تمثل في الكثير من الأحيان خطراً على الأشخاص والطائرات والسيارات مثلاً، فالتحدي كبير على الأجهزة الرقابية الحكومية. تقرير منظمة العفو الدولية بيّن أن إمكانيات نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية تنافس المحتوى المكتوب بشرياً، مشيراً إلى زيادة نسبة المعلومات المضللة في الأونة الأخيرة، كما أن جودتها بارتفاع مستمر. والفضل يعود بالطبع لبرامج الذكاء الاصطناعي، فلا يمكن اكتشاف حقيقتها أو تفريقها عن النصوص البشرية، وتكمن خطورة هذا التقدم بأنه متاح للجميع، أي أن أي منظمة أو جهة سياسية معروفة أو مبهمة يمكنها الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة تطلعاتها الخاصة. كما أظهر التقرير أن ما يزيد خطورة الأمر أن منصات التواصل الاجتماعي لم تتمكن حتى اليوم من ضبط ومكافحة الحسابات المزيفة أو الكشف عنها، لأنها أصبحت قريبة جداً لصيغة وشكل الحسابات البشرية.